إذا الأخوات والإخوة كذلك بالنسبة إلينا دائما عندنا واحد الأمل، ما عمرنا كنا متشائمين لأن دوزنا الاستعمار بالقوة ديالو ودوزنا أفقير بالقوة ديالو وتندوزو من بعد إدريس البصري رحمه الله جميعا اليوم واحد الطاغوت سميتو رئيس الحكومة اللي بالنسبة لنا كأحزاب المعارضة خرج داك الطابور الخامس ديالو وتيقول وعلاش هادو مشاو لعند الملك؟ احنا ماشي خوانا نمشيو عند مرسي، ماشي خوانا نمشيو عند مرسي، هذا من طبيعة الحال الملك هو الحكم.